أولا الاستفتاء ده ما ينفعش يتعمل وفي كل المعارضة دي في الشارع، والرئيس مرسي إذا كان مش شايف المعارضة دي وبيعتبرهم شوية ألوف أو قلة أو عادي، يعني إن هو فرحان إن في معارضة في مصر، إحنا مش هدفنا ننزل عشان هو يفرح، إحنا هدفنا ننزل عشان هو يعرف إن إحنا موجودين وإن إحنا لازم يكون لينا صوت في الدستور بتاعنا اللي بيتعمل. إحنا ملناش أي وجود خالص، كل القوى المدنية انسحبت والكنيسه كلها اعضائها انسحبوا، فهو بيعمل الدستور ده لمين؟ اذا كانت القوى المدنيه بتاعت المصريين والكنيسه انسحبوا، هو بيعمله لمين؟ للاخوان؟ انا طبعا رافضاه. كل رئيس جمهوريه يجي دلوقتي يعمل يتدخل في الدستور؟ المفروض ان اي رئيس جمهورية دلوقتي منتخب ديمقراطي